ايه الاساس العلمي؟ العلمي تمام، على اساسه بنفضل دعاء على دعاء. ممتاز. قبل اي شيء لازم نفهم مرضنا، لان كتير من الناس اول ما بيتكلم مع طبيبه اول كلمه يساله عليها ايه الدعامات. لازم يبقى عارف الاول، هل انت الشخص الذي فيه مواصفات زراعه الدعامات ولا لا؟ يعني انت الدعامه تنفعك انت ولا في وسيله علاج اخرى؟ فلازم الاول نمشي في طرق تشخيصنا السليمه عشان نعرف اذا كانت العلاج بتاعك دعامه ولا وسيله اخرى، ونعرف الناس برضو ان الدعامه هي الوسيله الاخيره في العلاج وليست الاولى. عشان مش اي حد يبقى عنده ضعف انصاب يجري على طول يقول انا عايز اعمل دعامات. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا لما هاجي في الاختيار، في اسس في الاختيار لابد ان انا اختارها، لا ليه علاقه بمنشا الدعامه، يقول لك امريكيه ومش هنديه وصينيه وكلام فاضي ده كله. اطلاقا مواصفات الدعامه دي ايه؟ ايا كان الدوله المنتجه ايه او الشركه اللي بتصنع فيها ايه؟ لازم يشترط في اي دعامه ما يلي. اول شرط فيها ان تكون الماده المصنعه منها الدعامات لا يتفاعل معها الجسم ولا تضره. يعني انا اكون اختار الدعامه عباره عن مكونين، فضه زائد سيليكون من الخارج مغطي الفضه. الفضة أو السيليكون لا يتفاعل معهم الجسم. نمرة اتنين، أن يتوافر في الدعامة الأمان الكافي وجميع المقاسات، لأن أنا مش معقولة هدخل عمليات أعمل لعيان زراعة دعامة ولا أجد مقاسه، لأن الشركة التي أنتجت هذه الدعامة لم تنتج إلا 3 مقاسات فقط. فهل يعقل أن يكون الرجال على 3 مقاسات فقط؟ مستحيل طبعا. فلا بد ان يكون في فرايتيز، لازم يكون في تنوع في كل المقاسات للمريض، عشان انا ابقى واخد راحتي وادي له المقاس المناسب له، وما يبقاش انا ظلمته بسبب الدعامه يقول لك اصلها جايه منين ورايحه، ماليش دعوه منشاها خالص، انا يهمني فيها المواصفات دي ولا لا. نمره ثلاثه، ان دايما المريض اول حاجه بتضايقه في اي دعامه هي مقدمه الدعامه، لانها جايه في مكان حساس جدا وهو ما يسمى بالحشفه او راس العضو. ده اكتر مكان حساس في العضو الذكري. فالدعامه ما تكونش في المكان ده بالذات بقى، تكون يعني صلبه بشكل يألمه او يضايقه، فلازم يتوفر فيها مواصفات المرونه الكافيه في هذا المكان. ان تكون الدعامه نفسها يسهل تركيبها بالنسبه للطبيب، في بعض دعامات ما بتبقاش فيها ما تكونش ملصقه بشكل كافي، لما بتيجي تركب بتضطر الطبيب انه ياخد مقاس اصغر من اللي قاسه عشان يقدر يدخلها، لانها هتتحشر زي ما بيقولوا بالبلدي كده ومش هيعرف يركبها. فدي برضو من الحاجات اللي بتخلينا نضطر ان احنا نقول لا، النوع ده لا يصلح، النوع ده مش كويس، ايا كان بقى بلد المنشا. الناس دلوقتي بتجري ورا الدوله، انا عايز دعامه امريكيه، ده الكلمه اللي على لسان كل الناس، انا عايز دعامه امريكيه على اعتبار انها افضل شيء. لا، امريكا فيها 4 شركات تنتج دعامات، وال4 شركات جودتها تتراوح ما بين الرديء والجيد والممتاز. فما ينفعش ان انا اقول دوله على الاطلاق، لازم يكون فيها المواصفات الكامله. لازم ادرس الموضوع واذاكره كويس. بالظبط. لو انا عايز ادرسه يعني. بالظبط كده. بالظبط كده.